اي خلي على الله خوتو السلام. والله العظيم ما خرجتش نقول لكم، خرجت على الاركاب والله العظيم، لا خرجت عليه واحد الخرجه. شوف اخوتي الطاجين فيك التنكل تير العالم زي ويلي 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 ويلي. واش اخوتي اش كتعاودوا كلشي بخير، احوال طيبه، هانياتكم، كلشي هو هذاك. المهم اخوتي غيبت لكم واحد شويه، ولكن مول الاركاد ديما نحضر معكم. المهم الخوت غيبت لكم حيت جبت شويه مربج واحد شويه، كنوجد الخريطه وكنوجد البلايص اللي عم لهم هنا في اسبانيا، البلايص اللي عم بات فيهم البحار الويدان، يعني هذا هو السبب علاش غيبت لكم واحد شويه. وما قدرتش نحط لكم فيديو في النهار، يعني نتوما كتعرفوا يعني باش نحط لكم فيديو في النهار يعني راه خصني 4 ولا 5 الخدامه. كيف ما قلت لكم في الفيديو السابق بان الاركاد ما عنصبغهاش دابا، عنصبغها عشان نهود المغرب. البارح اخوتي كنت كنحلم بانني كنصبغ الاركاد بلابس المشكاره شابر بيستوله، وفقت اليوم في الصباح وقلت عارف شنو عندي، عم نمشي نشري الصبيغه وعم نبدا نصبغ الاركاد بحال شي بروفيسيونيل، نحقق الحلم ديالي، داكشي اللي حلمته اليوم غنطبقه. المهم دابا غنشريو الصبيغه ان شاء الله وعم نبدا نصبغ الاركاد، وداكشي غيبقى مفاجاه. كيف ما كتعرف اخوتي انا ما تشبيست تمام ميكانيك، ما عندي علم، ما عندي فكره على هاد الصبيغه، ولكن المهم هي المشاركه، يعني كنحاول وكندير المجهود ديالي باش نفرجكم، باش نوجدوا الاركاد، باش الاركاد تكون واجده ان شاء الله، باش الاركاد تخرج سفر وتخرج تشبر الطريق. والمشكل هو باقي ما عرفش واش الاركاد غادي توصلني لهاد البلايص اللي غنمشي لهم اولا ما توصلنيش اولا تحشم بيا. خشي الاركاد ما تحشميناش مع الناس، الله يرحم بها الوالدين. يلا الاخوان خليكم معنا ونمشيو نشريو الصبيغه ونتوكلوا على الله. يلا خرج من الهري جبرتوني على شريت الصبيغه. المهم هنايا عندي الكولور الزرق، هنايا عندي الكولور بياض، هنا عندي هذا الكولور هذا هو يا الغز، هنا عندي واحد الكولور كحال، هنايا الكولور التيني، هذاك الشيء عيجي زاز بلا ما نقول لكم. هنايا عندي الكاغيط باش نغطي الدجاج والفاروس. صافي دابا نتوكل على الله واللي ليها ليه. دابا غنمشي ندير الاركاط ونمشي نقلب لشي بلاصه مخلويه، شي بلاصه اللي ما برزتني حتى شي واحد، البلاصه اللي ما عجلاش البوليس. المهم خليكم معايا ومشيو نتوكلوا على الله وتفرجوا الفيديو حتى الاخر باش عاد تشوفوا النتيجه ديال الاركاط كيفاش ولات. يلا نشوفوا من بعد. المهم جبرتوني يلا وصلت حد الجبل اللي كيطل لله البحر. كيف ما كتشوفوا جيت لواحد البلاصه اللي هي واعره، البلاصه اللي معايا برزتني فيها حتى شي واحد. شوفوا الاركاط فين بارك يا خوتي، شوفوا 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 يا سلام. انا الاخوان شوف شوف العالم شوف. خليكم معنا الاخوان دابا، ودابا ان شاء الله عمدوا في العمل. يلا المهم كيف مشيتوا المناظر الجميله في كنجيب الاركاط، الاركاط عم براعه وعم براعكم حتى نتوما. المهم دابا عندوزوا لمرحله التجليد، هنا عندنا الكاغيط وهنا عندنا اللصاق، وعمدوا في مرحله التجليد باش ان شاء الله عمدوا نصبغوا. كيف ما كتشوفوا الطوموبيله غلفتها كامله بالكاغيط، ودابا ان شاء الله عمدوا في العمل وماكينه غير ارا برا. واش هادشي غيطلع الزاز ولا ما يطلعش الزاز؟ كيف ما كتعرفوا مول الاركاط ديما كيجيب الجديد. خوت كيف ما كتشوفوا عرقت بزاف وكاين الصاد، وجاني واحد الجوع اخوتي اللي ما نقولكمش. ودابا غنخلي هادشي كيف ما هو وغادي نعدل شي طويجين وغنتغدى عاد غنبداو الخدمه من بعد. دابا غنوجد الاركاط، غنفتحها، غنجبد المزوره ديالها، نعدل الميسه، نعدل الكوزينه، نعدل البيت النعاس باش نبدا نعدل الطاجين. يلا خليكم معنا باش تشوفوا المنظر في الربيع خضر. المهم كيف ما كتشوفوا دابا وجدت الكوزينه، وجدت البوطه ديالي، وجدت الطويجين، عندي واحد الصدير ديال الدجاج هنايا يا سلام. دابا الاخوان غنوجد الماكله ديالي، غنتغدى باش غنبدا نسبق في الاركاط. خاصني اخوتي ضروري نقصي، الا ما قصيتش نقدر نسخف اخوتي. المهم دابا عم نقشر البطاطا، ومن بعد نقشر البصيله وندير شويه ديال المعدنوس، شويه ديال الكرافس، شويه ديال السكنجبير، شويه ديال الثومه. اجي يا سيدي اجي لاله، مول الملح باعو راح، هاد هو الفار، هاد هو العدو. اجي يا شريفه مروحه فيك الكحبه، فيك مرض الروماتيز. اجي لاله دواك عندي، شمي بطاطا شمي بصيله، والصحراوي ما يعطيك اللي مجرب في ذاته، في خاطر الناس ديال العرايش وفي خاطر الناس ديال المغرب كامل. ومول الاركاط ديما كيجيب كيجيب الجديد. يا سلام هانتوما اخوتي كتشوفوني من البعيد، شاف 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 مراه انا في كاين برا انا. اول طاجين الاخوان في الاركاط. والمهم الخوت دابا ما غنسافرش دابا في هذه الساعه هذيا، منا شي سيمانه ان شاء الله واقيله، كنتسنى واحد جوج كاميرات يوصلوني، كاميرات جو برو، باش نبقى نصور من هنا ونصور من هنا ونصور من له، باش داك الشيء يجي واعر، داك الشيء ناسيونال جيوغرافيك الخاوه. والبوطه ديما حاضره معنا خوتي، ها هي البوطه، ما كايناش البوطه كاين المجمر، ما كايناش المجمر كاين الفاخر، ما كايناش الفاخر الصحراوي يعطيك اللي مجرب في ذاته ولا لا. يلاه خليكم معنا دابا نعدلوا الطاجين ونشوفوا من بعد.
يا العليا وكي دايرة الميمة دانا دارارن يا مريدة بزاف وجادة الفراش وباغي نشوفها قد شرب البطاطا هي الأولى بهذه الطريقة. إيه يا شوف أخوتي المناظر الجميلة كيفاش دايرة، يا سلام ما عندنا موجود. لك شرف على طاجين عيط العادة. يلا أخوتي قول لي هالطاجين هذا هويا شمن بلاد، واش طاجين شمالي طاجين سوسي ريفي شلح؟ ها أنا أخوتي واش السدر ولا ماشي السدر؟ هذا السدر غنديرو بهذه الطريقة هذه بام، هنايا غنشحطو بهذه الطريقة. هنايا عندي العطرية تقريبا جبتها كاملة، شوية ديال الربيع وفي خاطر الربيعة هيدا بهذه الطريقة هادي. ها انا خوتي الزويته، الزويته بلدية. ويلي ويلي لطويش نطلع الخوت شاف 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 الطاجين. ما تقول ليش الطاجين ماشي واعر على الاخوان. انا عارف اي مرة كتمنى شي راجل يكون في حالي وحالك في حالي، يا سلام، ولكن خسارة مجوج اخوتي. انا الطويجن يا سلام. دابا الاخوان دابا عم بداو في عمليه الطبخ. راه واحد خينا جا عندي قبيلتي قال لي منو الطيار الدرون هنايا، قال لي هذه البلاصه راه بريفي. قلت له انا كنصور الطوموبيل ديالي صاحبي مالك، وعاد انا اصلا في الخريطه عندي حق نطيرها هنايا، بغيتي نتغنم معاه بلا ما يعيط للبوليس ويجي ويقولوا لي الوراق ديال الدرون، وانا عندي الوثائق كامله الاخوان. انا يا ما كنخاف حتى شي حاجه، انا كلشي كنديرو قانوني. يلا خليكم معنا ونطيبوا الطاجين نتشافوا من بعد. المهم الطاجين ديالي كيف ما كتشوفوا عاد رديتو، عملتو هنا لداخل حيت كاين الريح بزاف اخوتي، والعافيه تبقى طفالي كيف ما كتشوفوا. واه سلام جا شط الطاجين في شا 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 طاجين كيطيب بيت النعاس اخي. ويلي 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 يا عليم. واحد الناس اخوتي جاوا لعندي تفرجوا لي في اليوتيوب وشافوا هاد الوالكمان هذايا، شافوها في الفيديو، وجا عندي هو بنتو، بنتو حماقات عليا قال لي عطيها لي. حشام تحشمني والله العظيم، كنت غادي نطيها له ولكن هي اللي مزينه الاركاد. المهم اخوتي الطاجين ما بقى له والو يطيب، وداك السيد اللي سعالي الوالكمان الخوت جبرتني الله عيط له كيسكن رافان كيسكن ليها، كان واقف في البالكون شيرت له قلت له اجي نعطيك الوالكمان الخوت، يعني تنادم معايا الحال. قلت يعني اش عندي ربي الله ما نعطيها له، يعني الدريه صغيره بغاتها وعجباتها ما نحيدوها لا شي، حتى مشى بحالو عاد تنادم معايا الحال. بوينو الفينال ميرا كيطي لابويا دار كافي هولا هولا كي تال بالي كوندو باسو تي لو تريغو بوينو تي فينغا. المهم الخوت كيف ما كتشوفوا شوف فوريا شني جابوا لي، جابوا لي القهوه وجابوا لي جابوا لي واحد القهوه معدله. ها انتم اخوتي شوف موتا غراسياس طريقو. المهم اخوتي كيف ما كتشوفوا الفينال عطيتها لها، جابوا لي بوبريين جابوا لي واحد القهوه. ها انتم قهوه شاف 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 شاف. المهم اخوتي كيف ما قلت لكم يعني تنادم معايا الحال، وقلت فهمتي نعطيها لها يعني ما عندي ما ندير بها. قلت يلا اللهم فيها، وكل واحد كيدير المكتب له بحال الماو كلي بحال المونيكو. جابوا لي سليله شوف اخوتي انا سليله القهوه. المهم دابا اخوتي خليكم معنا الطاجين ما بقى له والو يطيب باش نقصي ونتغداو وان شاء الله عنبداو في العمل. طويجن ما بقى له والو يطيب، يا سلام شمول الريحه فيه. الريحه تقرقير عمي. نشرب واحد كيكه القهوه اللي جاب لي السيد هو وبنته، مغربي هو فرنساوي. العار العار يا شوافه كلموا لي يا مصطفى، مصطفى حل العوينات وعينه خارجه مع البنات. المهم اخوتي الطويجن ديالي هو طاب، دابا غنحط الطويجن هنايا باش عنبدا نقصي. يا سلام حيد لي الميكا سيدي، شوف 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 جبد عليا هادشي من هنا، خبى عليا البوطه، نجيبو السليله نحطوها هنايا، والبريريت ديال القهوه تا هو حاضر معانا، ونعمر لك القريبه ديالي دلاتوخ. سير العالم. ها بسم الله. كتكوب الماء هنا كيبرد في البلاصه الشنطه. يلا جبت معايا واحد الكسيره، الزبل ديالنا كنديوه معانا، ما خصناش نخلي لهم الزبل هنايا. يلا خوتي دابا عندنا قصي وشهيه طيبه للجميع، وتفرجوا الفيديو ان شاء الله خير الخوت باش نشوفوا هاد التصبيغه كيفاش عطلة. والله العظيم الا الوقت مشى والشمس مشات والنهار مشى، عندك هذا الظلم ليا الحال هنايا والسلام. ويلي 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 الغديوي هذا خوتي، ويلي الطاجين تسلا طاجين تسلا، يا سلام واو. كان فيه واحد الجوع اخوتي ما نقول لكمش، دابا شويش الله يا اخي تعالج دابا شي شويش. شوفوا معايا شوفوا معايا لا مندر، شوفوا 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 لا مندر، شوف شاف 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 اخوتي شاف 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 ايه يا العالم راه البحر اخوتي شاف شاف شاف. عندي واحد المغامره حول العالم اللي عتبقى في التاريخ ان شاء الله، عتبقى في التاريخ. اول واحد عايديرها في العالم، واول مغربي، واول مول اركاطو بحال دايما الخوت. شوفوا اخوتي الطاجين فيك التنكل سير العالم سير سير سير. ويلي 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 ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش.
الطاجين فيك التشنكله الاخوان وعلي 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 والبريريت ديال القهيوه ياه جبر شويه الا كمل الطاجين شوف 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 الطاجين شوف كتعرفوا بحال سيمانه ما كليتش يا الخوت والله العظيم الا شبعت خليكم معنا ونتشوفوا المهم اخوتي دابا غندوزو لمرحله الصبيغ وغنشوفوا الصبيغه كيفاش غتطلع دابا غنبداو باللون ديال الشين كيف ما كتشوفوا الشين اخوتي غنشوفوا واو يا سلام هو البلان ديال الاركاد حتى كنت غادي نهبط على المغرب عاد كنت غنصبغها ولكن ما حلمت ديك الحلمه حلمت راسي صباغ قلت والله تنحقق الحلم ديالي يا الاره برا المهم دابا غنقطع التصوير عنبدا نصبغ غنصبغها كامله عاد ان شاء الله غنوريها لكم باش تبقى مفاجاه باش تشوفوا الصبيغه كيفاش غتطلع غير خليها على الله والسلام ما طلعش واعره راه غنكمل الفيديو لما طلعت شي واعره غندفع المهم من هاد الجبل هذا هويا عند عموم هنايا ما شارين تتهود لتحت وما عندي ما ندير بهذا الاركاد يلا خليكم معنا نتشوفوا من بعد اركاد الصباغ والتسالى يلا خليكم معنا خوتي جبرتوني يلا سالت الاركاد بالصبيغه صبغت وساليت والصبيغه ما قدتنيش وجبرتوني في واحد الجبل عالي ما نقدرش نمشي نشري الصبيغه والله العظيم ما خرجتش غنقول لكم خرجت على الاركاد والله العظيم الا خرجت عليها واحد الخرجه جهنميه والله العظيم عاد ضحكوا عليا بصح اخوتي شاف شاف ويلي 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 شنو هاد المصيبه هادي شنو هاد المصيبه ويلي ويلي والله خرجت غنقول لكم الصبيغه ما قدتنيش مابقيتش هي كنصبغ الصبيغه اللي عندي كنصبغ بها شاف 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 ويلي 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 شاف 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 ناري 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 ويلي 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 خرجت عليها خرجت عليها اخوتي والله العظيم خرجت للاركاد ويلي وحدي ويلي وحدي خرجت للاركاد شوف اخوتي شوف 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 والله العظيم خرجت عليها اخوتي اقسم بالله خرجت عليها بصح ولات مشوهه مره ويلي شوف شوف كيفاش كتبان لكم انا عارف خرجت عليها بلا ما تقولوها لي عارف راسي دايرها هذا الشيء اللي عطى لها اخوتي المهم هي المشاركه حلمت راسي كنصباغ صحابي صباغ وتنحقق الحلم ديالي ساعة شني خرج اخوتي هذه هي النتيجة السطح ما صبغتوش حيت ما قدتنيش الصبيغة الله العظيم اخوتي الصبيغة تسالات لي المهم الخوت باقي على اللصاق هنايا اللوغو ديال القناة غنكتبها هنايا عند البروفيسيونال عدلوها لي ديك اللصاقة اللي كتلصق غنديرها هنايا وغنديرها هنايا وغنديرها هنايا في الباب هذا شي اللصاقة ديال القناة ديالي باش تكون معروفة وباش بنادم يشوفني في الطريق يشوفني في اللوتور تابونا معايا باش دخل تابونا وتعرف الاركاد ديال من وتعرف الاركاد فين كتسارى وتعرف الاركاد فين كتمشي كيف ما شفتوا اخوتي الاركاد تعدينا عليها تكرفصنا عليها بصح اخوتي والله العظيم واللي عجبته خليها في كومنتاريوس وما تنساوش تصيفطوا لنا الاسماء ديالكم باش الفيديو الجاي ان شاء الله غنختار ثلاثه ديال الاسماء غنكتبهم في الاركاد هنا كيتسالى الفيديو ديالنا غنخليكم مع الاركاد واحد السينيماتيك ونتشوفوا الفيديو المقبل ان شاء الله ومع السلامه الاخوان.